لقاؤنا اليوم يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه، وقد تطرقنا فيه إلى العلاقات الثنائية بصورة عامة مع فخامة الرئيس، وتباحثنا حول السبل الكفيلة لترقيتها. وأود في هذه المناسبة أن أجدد لفخامة الرئيس عزمنا على بذل الجهود الجادة من أجل الرقي بتعاوننا إلى المستوى الذي يعكس بحق الإرادة السياسية المشتركة. وأود في هذا الصدد أن أثمن مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم، مساعدته للفلسطينيين ورفضه لممارسات الكيان الصهيوني للإبادة الجماعية المستمرة في غزة في ظل صمت وتواطؤ مخزن من طرف بعض الدول. ولقد اتفقنا في هذا الخصوص على تكثيف التنسيق والتشاور حيال تطورات القضية الفلسطينية. وأود بالمناسبة أن أحيي الموقف الإيراني الداعم لعضوية بلادي في مجلس الأمن الدولي. هذا اللقاء كان أيضاً سانحة لاستعراض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء الأوضاع السائدة، وللتطرق إلى قضية الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد أعرب عن ارتياحي لتطابق وجهات النظر ولتوافقنا على مواصلة الجهود للمساهمة في استتباب الاستقرار في هذه المنطقة وحفظ السلام والأمن الإقليمي والدولي. أشكركم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي تلقيناها، وهنئكم بالتنظيم الممتاز والناجح لقمة الدول المصدرة للغاز، فأهنئكم على هذا الإنجاز الكبير فخامة الرئيس والشعب الجزائري. كان قمة ممتازة وناجحة جدا. المفاوضات التي جرت في الاجتماعات الثنائية بعد هذه القمة تتمتع بأهمية بالغة، لأن لدينا مواقف سياسية مشتركة مع الجزائر والإيران، وإيران والجزائر ترى أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتعتقد وتؤمن بأن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. أنا أقدر المواقف التي اتخذها أخي العزيز الرئيس الجزائري والجزائر الصديقة والشقيقة بحق الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. المفاوضات التي جرت بيننا تطرقنا من خلالها إلى توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية للجانب العلاقات السياسية، ونحن حريصون على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية. هناك طاقات وإمكانيات كبيرة في الجزائر، وهناك طاقات وإمكانيات كبيرة بفضل جهود الشباب الإيراني، ونحن على استعداد كامل لنشارك الجزائر الشقيقة والصديقة بكل ما لدينا من الخبرات والإمكانيات. نتمنى أن تكون هذه الزيارة زيارة ناجحة بفضل القرارات التي يتخذها مسؤولين من البلدين، وأن يصب لصالح تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين، خاصة في المجالات العلمية والتقنية. مواقف الجزائر في المنطقة مواقف نقدرها، ونحن نرى أن كل ما يصب للسلام والاستقرار للمنطقة هو مركز اهتمام
الجزائر، وكما تفضل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون نحن نرى أن هذا التوجه توجه إيجابي ويصب لصالح استتباب السلام والاستقرار في المنطقة.